مبادرة لتصحيح مفهوم الحرية، ودي اننا وترشيد مفهوم الحرية مش على مستوى الجامعة فقط ولكن على مستوى المجتمع، وأيضا علاج مشكلة البلطجة لأنها مشكلة بيعاني منها المجتمع المصري كله، برضه مش داخل الجامعة فقط، لأن هي دي مصدر والرافد اللي بيأتي منه، وطبعا والبطالة وخلافه. يعني توعية الطلاب نحو كيفية التواصل على المستوى الأفقي مع بعضهم البعض وعلى المستوى الرأسي مع الأساتذة والإدارات، وده أعتقد ممكن يكون دورهم. التواصل مع المجتمع الخارجي وده برضه ممكن يكون دورهم. موضوع البحث العلمي والابتكار، وأثير من أحد أعضاء اللجنة أعتقد دكتور محمد أو خلافه في موضوع التجهيزات وبحث حل مشاكل المدن الجامعية والبحث العلمي، لماذا لا يتواصل اتحاد الطلاب مع القطاع الخاص ومع جهات الإنتاجية لدعم البحث العلمي في مجال الطلاب؟ يعني التواصل مع وزارة الشباب، تمام، التواصل مع وزارة الشباب لحل مشاكل المدن الجامعية، ده أحد المقترحات، معرفش قابليته للحل إيه. أيضا وده مقترح أعتقد هو منفذ في جامعة المنصورة، أن يكون هناك مكتب سياسي منبثق عن الاتحاد، أو تنسيقية سياسية، أو ميثاق شرف للتضبيط العمل السياسي داخل الجامعة، وأعتقد ده مطبق في المنصورة على شكل تنسيقية سياسية بيجتمع جميع ممثلي التوجهات السياسية المختلفة. حملات توعية للطلاب والتواصل مع الاتحادات الطلابية خارج مصر، ده برضو عندهم رؤية لذلك، وتعميق دور الاتحاد في المجتمع عامة وليس المجتمع الجامعي فقط. في برضو طلب بتعديلات في قانون 49، أول 49-72، بحيث يخلق اللي هو قانون تنظيم الجامعات يا شباب، اللي هو يخلق علاقة أفضل ما بين عضو هيئة التدريس والطلبة، يعني هو مطلب تعديل قانون 52 الخاص بالمعاهد العليا الخاصة، وده مطلب الحقيقة كان أبنائنا ممثلي المعاهد يعني عندهم يعني مخزون من الألم كبير. احنا بنعدله حاليا وعايزين نبقى ناخد رأيهم فيه، احنا حاليا شغالين. تمام، مع الوزير بيعدلوه الوقت في الوزارة، والتواصل مع الإدارات لإصلاح المدن الجامعية، وطلبوا من مجلس الشورى زيارات ميدانية، واحنا عملنا في جامعة القاهرة وجامعة المنصورة وان شاء الله نستكمل، وانا شخصيا كنت في المنصورة وحصل نتائج جيدة ان شاء الله يعوها طلبة المنصورة الفترة الجاية. برضو طلبة المعاهد العليا بيشكو من عدم وجود تأمين صحي عندها، بالاضافة لمشاكل خاصة ببعض الجامعات زي جامعة أسوان أو بعض الجامعات والسويس، الاهتمام ببعض جامعات الحقيقة، جامعة السويس فيها كليات متميزة دكتور مصطفى زي البترول والأسماك وتعليم فجامعة هي كليات نوعية جيدة، وطبعا برضه في النهاية التعليم الصناعي أو كليات التعليم الصناعي والتكنولوجيا الحقيقة بتعاني من قلة إمكانيات وعدم توافر فرص العمل بعدها ومشاكلها كثيرة الحقيقة. ده الحقيقة ممكن نوزع اتفضل حضرتك هذه الرؤى والحلول على كذا جهة، واعتقد انتوا هتحملوا النصيب لك. دكتور مصطفى عايز يعلق على بعض هذه المقترحات والرؤى والاوضاع. انا اولا طبعا يعني كل هذا الامر كلها نقاط مهمة حقيقة، وأنا سعيد جدا إن هذه النقاط بتثار، حتى منها ما هو لا يعني قد ما قد يبدو إنه لا يخص الطلاب بصفة مباشرة، لكن فيه اهتمام بالتعليم العالي بصفة عامة، وده أمر يحمد طبعا. أنا عندي نقطتين
كثير من هذه النقاط تحتاج لإمكانيات وتحتاج لنظام وتحتاج لإدارة، وده كل ده كويس، وبعضه قد يكون من الممكن تحقيقه بشكل سريع، وبعضه قد يأخذ بعض الوقت، ونحن جميعا نفهم هذا الأمر. لكن أنا عندي نقطتين حقيقة، وهم إلى حد ما بينه وبين بعض ارتباط. النقطة الأولى اللي هو كان فيها كلام على الممارسة الحزبية داخل الجامعات في مقابل ممارسة العمل السياسي، وهذا أمر صعب زي ما أنا اتكلمت امبارح أو حاولت أتكلم امبارح وانتوا قاعدين. أمر صعب، الخط الفاصل بينه حقيقة مش سهل، ولذلك مرتبط بميثاق الشرف اللي ذكر هنا، إنه هذا الأمر لا ينتظم بجد إلا لما نقعد نضع ميثاق شرف، ما هو اللي احنا نرتضيه كعمل ونشاط سياسي وما هو الذي لا نرتضيه. احنا ليه بنقول نشاط سياسي وحزبي؟ لا، لأن النشاط الحزبي يفرق أكثر مما يجمع. احنا نفسنا النشاط السياسي اللي هو عايز نفسه دكانة، عايز مكان يعمل فيه. هذا الأمر له عملي وله صحي وله يعني ممكن، ولذلك ميثاق الشرف اللي ذكر هنا ده فيما يتعلق بهذا النوع من العمل هو مجهود يعني ضروري ومطلوب، وأظن أنه يقع عليكم جزء الأكبر منه. حاجة تانية اللي هي ما يؤذينا جميعا هي اللغة اللي نراها على الفيسبوك والتويتر من كل الناس، أصبحت يعني وسائل التعبير، وده عنف لفظي شديد الشراسة، والحقيقة يعني دلالاته سيئة جدا بالنسبة للشعب المصري ككل. وأنا أتمنى أنه يبقى فيه مبادرة من اتحاد طلاب مصر واتحادات الطلاب بصفة عامة على كافة مستوياتها، أنه آن الأوان أن احنا نتعامل مع بعض بدون عنف لفظي في التعبير عن الأفكار. ما يصحش الحقيقة أن واحد عشان مش عاجبه رأي يتقال يقوم يشتمه بأمه وبأبوه وبكل حاجة، ما يصحش. فأنا نفسي أنتوا حضراتكم يعني تكون هذه المبادرة، احنا بنقول مبادرة محو أمية، لا ده احنا عايزين مبادرة كمان يعني عفة ونظافة في اللسان وفي التعبير. ولا شك أنه مواقعكم القيادية الآن يعني هتمهد لكم وهتسهل لكم هذا الأمر، لكن يجب أن تكون أصلاً يعني الفكرة والقناعة بها عندكم أولاً. بس أنا بقول دي حاجة بقى لها عايزة إمكانيات مادية، ولا عايزة إدارة، ولا عايزة تنظيم، هي عايزة نية وقناعة ومثل ومتابعة. ولو عملتوا هذا الكلام تبقوا عملتوا خدمة في مصر كلها مش بس في الوسط الجامعي، لأنه للأسف أصبحت ثقافة منتشرة ان الانسان لما يعبر عن اعتراضه عن حاجة سمعها او شافها لازم يشتم بجميع الافراد العيلة، وده الحقيقة تسيء لنا جميعا كشعب. احنا اخلاقنا مش كده، ومفروض ان احنا لا يعني نستسلم لهذا الامر. الباقي طبعا كله انا بس بقول ان دي امور يعني انا اخترتها من وسط هذه القائمة الطويلة، لكن هي كلها يعني قائمة باعمال ومهام مهمة، ونرجو ان شاء الله ان احنا نشتغل عليها مع بعض. تفضل يا محمد. دكتور مصطفى قال اختار حاجتين، اولا ما بيكلفوش فلوس، بالظبط دي نقطة مهمة جدا بالنسبة للوزارة، وفي نفس الوقت هي حقيقة هي مهمة جدا. أنا بس حسب حسب عددنا في مجلس الشورى، احنا هناخد تصويت دلوقتي بالنسبة لأبنائنا، من متفق على ميثاق شرف يرفع يده؟ طيب اثنين، من مختلف على نعمل آليات اللي يعني لغة الخطاب هنسمي مبادرة العفة، عفة الاختلاف او اي حاجة زي ما كما يعني اللي هو العنف اللفظي الحقيقة انا بسميه مقاومة العنف اللفظي يعني. من متفق على ذلك؟ هم عايزين يعلقوا الاول. طيب بس انا بس بناخد تصويت، بس احنا من اول الجلسة ما خدناش تصويت، فاحنا هناخد خدنا تصويتين دلوقتي.
طيب العيشة من غير تصويت ما تنفعش. وبعدين احنا صوتناكم وانتم بتصوتوا فيعني كده خدنا يعني اثبات. تحب حضرتك علاوة؟ طيب محمد بدران. طيب اتفضل. لا اعضاء اللجنة فوق الرأس طبعا. اتفضل يا محمد. عايزين نطلب منك كممثلين طلاب مصر حسيت رغبة الشعب الطلابي حد من الطلاب بيمتلي زيارته القيم او غير العهد اللي احنا قيمة عليهم كاستاذ جامعي عنده القيم الحق والعدل والاخلاص، فده بيصير غضبنا وبيصير استياءنا تماما، فده اللي احنا بنرفضه. ده اعتقد احدى اكبر ازمات عندنا. ولكن برضه عشان نكون منصفين على الجانب الاخر، في احد او في عدد كبير من اساتذه مشرفين لينا بنحترمهم وبنقدرهم بيسعوا جاهدين ان هم يساعدوا الطلبه. دكتور مصطفى مسعد احد هذه الرموز اللي احنا بنعتز بيها بجد من عمل الدؤوب معانا ووضوح عمله داخل الجامعات المصريه. احنا برضه مش عايزين نخسر احد. هناك بعض اعضاء التدريس برضو يعني احنا بنرفض اسلوبهم وفي الاخر احنا بنحترمه ونقدره. هو بس دقيقة واحدة بس. هو مشكلة الامن تم عرضها من كل زملاء الطلاب ممثلين الجامعات المصرية، ولكن انا هعرض النموذج اللي احنا عرضناه عندما تعرضنا في جامعة الازهر الى الانفلات الامني اللي كان عندنا في الجامعه في الفتره الاخيره. احنا كنا قدمنا مقترحات للمجلس الاعلى للازهر، اتمنى ان شاء الله ان انا ارسلها لسياده معالي الوزير وناخذ بيها في مجلس الاعلى للجامعات ان شاء الله. احنا كنا اقترحنا ان احنا عاوزين نكون شرطه جامعيه داخل الجامعه ديت، وكنا رقم اثنين من احنا عاوزين نستفاد امكانيه ما هي امكانيه الاستفاده من التربيه العسكريه في تامين الجامعات المصريه. ده برضه انا كنت قدمتها لفضيله الامام الاكبر في المجلس الاعلى للازهر لعرضها وكيفيه، لان احنا عارفين عندنا في الازهر متعاقدين مع شركه تكلفه فرض الامن في الجامعه ما يقرب من 3500 جنيه. وفي الواقع اصلا ما بقديش دور انفلات امني واضح جدا، حاجه سيئه جدا. فاحنا كطلاب كاتحاد طلاب عندما انتخبنا عرضنا قعدنا مع بعض كمجلس اتحاد وخرجنا ببعض المقترحات وارسلناها للمجلس الاعلى. الحاجه الثانيه قلنا عاوزين نتعاقد برضه من ضمن اقتراحاتنا نتعاقد مع شركات امن متخصصه مش شركه امن.